من جهته أكد رئيس محكمة استئناف صلاح الدين القاضي عبد مشحن حمدان استعداده التام للتعاون مع الجهات ذات الصلة لتسريع الإجراءات القضائية وتوزيع المهام حسب التخصص المكاني لحسم القضايا المتأخرة، وبما يسهم في إنجاح توجه محافظ صلاح الدين في إشاعة أجواء الاستقرار والسلم المجتمعي. احنا منذ 3 سنوات سائرين بهذا الاتجاه، وعقدنا ندوات فصلية متكررة وكانت نتائجها على عملنا القضائي وعمل الأجهزة الأمنية كانت مفرحة جدا. نتمنى أن تتواصل هذه اللقاءات والاجتماعات. هذه الندوة إن شاء الله راح نتناول بها مجموعة من المحاور. أول هذه المحاور اللي يعني هي من واقعنا العملي واحنا ملزمين عن على إنجازها هي قضايا الموقوفين، يعني اللي يعني نأمله من أخواننا القضاة ومن ضباط التحقيق مواصلة هذه الهمة العالية لحسم قضايا الموقوفين ضمن السقوف الزمني. حتى ما أطيل عليكم، المحور الآخر اللي نريد نطرحه إن شاء الله بهذا الاجتماع، وإن شاء الله أيضا نريد نضع الحلول اللازمة لهذا، موضوع تشابه الأسماء. موضوع تشابه الأسماء يعني هذه أصبحت مشكلة مؤرقة الدولة كلها، مو مؤرقتنا بس إحنا الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية. موضوع تشابه الأسماء يعني أصبح معضلة نحاول ايضا نعالجها حتى ما ظل يعني كل اجتماع نطرح هذه المشكله. مشكله تشابه الاسماء، احنا قسم من اول ما داومنا ورا داعش يعني كنا مندفعين حتى ناخذ حيفنا من هذول الناس اللي يعني دمرونا ودمروا مناطقنا واحرقوا الاخضر واليابس. فكانوا القضاة يصدرون أوامر قبض مرات بلقب ومرات باسم ثنائي ومرات باسم ثلاثي، لكن ما بي لا اسم أم ولا تولد ولا منطقة، فسببت لنا مشكلة مو بس عندنا، طبعا هاي بكل العراق يعني، بس احنا هاي المناطق اللي صار بيها الإرهاب بيها بشكل أكثر. فإن شاء الله نريد نتعاون في هذا المجال. المحور الثالث الدعاوى الكيدية، وتعرفون يعني شقد هي الدعاوى الكيدية، لكن احنا كجهة قضائية اللي يجي يشتكي منا احنا ما نقدر ما نشكي، مجبرين احنا والجهات التحقيقية ايضا تقبل شكوى هذا المواطن، وبعدين اذا تبين انه اكو كيد بهذا الدعوة هو صاحب العلاقة المتضرر يجي يقول لنا يابا هذه شكوى كيدية وللأسباب التالية كذا وكذا.